ثلاث ساعات لا تفوتك أيها الصائم، ثلاث ساعات لا تفوتك أيها الصائم، وهي ثلاث ساعات لإجابة الدعاء. ساعة فطرك قبل لا تفطر ارفع يديك وأذني على الله قبل أن يأذن المؤذن، وإذا أذن خذ تمرة وواصل دعاك أو ثنتين أو ثلاثة وادعو. لا يشغلك الفطور عن الدعاء، للصائم دعوة لا ترد عند فطره. وأكثر الناس ضايع عليه الساعة هذه، يشتغل في السمبوسة والشربة وأخواتها وينسى الدعاء. طيب هذه الساعة لا عاد تضيع عليك. الساعة الثانية الثلث الآخر من كل ليلة، صليت التراويح ما معناه تنام إلى الفجر؟ لا يا حبيبي، ينزل ربنا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. قبل ما يأذن الفجر عندك أكلة مباركة اسمها السحور والدعاء مستجاب عندها لأنه في الثلث الآخر. قل بسم الله وكل مد يديك يا رب يا رب يا رب وادعو. الساعة الثالثة بعد ما تصلي الفجر لا تروح عند بيتك وتنام، لا، اجلس. من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجتين تامتين تامتين، وفي رواية حجة وعمرة. هذه ثلاث وصايا، ثلاث وصية الأولى بالثلاث ساعات لا تنساها أبداً.